السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب والطالبات، أهلا ومرحبا بكم في درس المقابلات الإيقاعية. المقابلات الإيقاعية هي عبارة عن أداء شكلين إيقاعيين مختلفين ومتساويين في الزمن في آن واحد. فعلامة النوار كما تعلم تساوي أشكال إيقاعية كثيرة كما يتضح في الشكل التالي. نجد هنا أن علامة النوار تساوي علامة تسمى تطي، وهي مكونة من 2 كروش، وعلامة الكروش تساوي نصف زمن النوار، إذن 2 من الكروش تساوي علامة النوار، ويمكننا أن نؤدي علامة النوار في آن واحد مع علامة التطي، إذن يمكننا أداء علامة النوار في اليد اليمنى وتقابلها علامة التطي في اليد اليسرى. كذلك معنا علامة تسمى علامة تطيفي وعلامة تفطي وعلامة تفاف. يمكننا أداء أي علامة من العلامات لما تساوي من النوار. إذن تتضح أن الأشكال تساوي علامة النوار، ويمكننا أداء كل علامة منهم على حدة مع علامة النوار في آن واحد. طريقة أداء المقابلات الإيقاعية تعني المقابلات أداء خطين معا في آن واحد. يؤدى الخط الأعلى باليد اليمنى والخط الأسفل باليد اليسرى كما في الشكل الذي أمامنا. يمكننا هنا أن احنا نشاهد أن علامة النوار هنا في اليد اليمنى تقابلها علامة النوار في اليد اليسرى. أيضا نجد أن علامة النوار في اليد اليمنى تقابلها علامة التطي في اليد اليسرى، والعكس علامة النوار في اليد اليسرى تقابلها علامة التطي في اليد اليمنى. نجد هنا علامة التفاطيفي اللي هي مكونة من 4 دبل كروش تقابلها علامة النوار، لأن علامة الدبل كروش تساوي 4 من الـ4، إذن أنا عندي هنا علامة النوار تساوي علامة التفاطيفي، فيمكننا أدائها في آن واحد. كذلك علامة الاس تي سكتت الكروش والكروش نصين، إذا تساوي علامة النوار. فبالتالي أنا أداء المقابلات الإيقاعية يعني هو أداء كل ما هو علامة تساوي الأخرى في اليد اليسرى بتساويها في اليد اليمنى. نستمع ونتعرف على نطق العلامة الإيقاعية قبل أداء المقابلات الإيقاعية. في الميزان البسيط يستخدم إما أصبع واحد في كل يد أو بالقلم. الخط الأعلى بيكون باليد اليمنى والأسفل باليد اليسرى. هيا بنا نقرأ كل خط قراءة إيقاعية. عندنا هنا علامة النوار بتنطق ط، وعلامة التطي اللي هي مكونة من 2 كروش تنطق تطي. هنا 4 دبل كروش تنطق تا فاطيفي، أما سكتة الكروش مع الكروش فتنطق اس تي، وبالتالي أنا هنا أقدر إن أنا أقرأ أي علامة إيقاعية بكل سهولة. وبعد القراءة هنشاهد ونستمع لأداء الخطين مع بعض، ونلاحظ الفرق بين الصوتين، اليد اليسرى بصوت واليد اليمنى بصوت. وبعد ما استمعنا للأداء هنسمعه مرة تانية للتأكيد، نلاحظ الفرق. هنشاهد طريقة الأداء.
التمرين الأول في الكتاب المدرسي صفحة 56 يحتوي على مقابلات إيقاعية. أولا الخط الأول باليد اليمنى والخط الأسفل يكون باليد اليسرى. هنا هنعمل العلامتين اللون نوار مع بعض في وقت واحد طا، النوار الثاني نفس الشيء طا. يبقى أنا هنا عندي المقابل بين النوار اللي باليد اليمنى مع اليد اليسرى. في المزورة التانية هجد إن أنا عندي نوار وفي اليسار تطي، فهعزف الاتنين مع بعض في وقت واحد كده بالشكل ده. نيجي للمزورة لتكملة المزورة، هلاقي في اليسار طا وفي اليمين تطي، يبقى هعمل تطي. يبقى هنعزف المزورة كلها على بعض تطي تطي. نيجي للمزورة التالتة، عندي في الخط الأول طا طافاتيفي، في اليسار تطي طا. هعمل الاتنين مع بعض في الأول تطي واليمين طافاتيفي، يبقى المزورة كاملة تطي طافاتيفي. المزورة الأخيرة نوار في اليد اليمنى وتطي في اليد اليسرى تطي اس تي تطي اس تي. يبقى نازف في التمرين كله على بعضه بعد ما نتدرب عليه طا طا تطي 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 طافاتي في تطي اس تي. طريقة أداء المقابلات الإيقاعية في الميزان المركب يستخدم إما أصبع واحد في كل يد أو بالقلم، خط الأعلى أصبع في اليد اليمنى والخط الأسفل أصبع في اليد اليمنى. هنقرأ مع بعض قراءة إيقاعية. هنجد هنا علامة النوار بوانتي تنطق طا، وهنجد هنا علامة التط تي تي اللي هي مكونة من 3 كروش. هنجد هنا علامة الطفا تي تي في اللي احنا درسناها في درس الميزان البسيط والمركب، وهنا عندي علامة التط تي في تي، وعندنا هنا في الآخر برضو نفس حكاية تط تي تي. إذا أنا عندي هنا علامة النوار بوانتي بتقابلها تط تي في تي. هنستمع ونشوف الفرق بين الصوتين. هنستمع مرة تانية للأداء. النشاط الرابع هو مقابلات في الموازين المركبة. احنا عملنا قبل كده الموازين البسيطة، نمسك بقى بعد كده الموازين المركبة. هنا هستخدم برضو اليدين، برضو نفس الحكاية. البوانتي هنا مكونة من 3 كروش، وهنا طبعا مع بعض. هنا البوانتي معايا كروش ودوبلين وكروش، هنا معايا دوبلين وكروش ودوبلين. هنا طريقة القراءة الإيقاعية هتكون طا 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 تي تي طا فا تي تي في بعدين طا. ليه أنا قلت هنا طا فا تي تي في؟ لأن أنا قلت هنا قبل كده إن الطا تي تي، يبقى الكروش اللي في الوسط ده اسمه تي، وهنا تي يبقى تي في. يبقى هنا قلت طا فا عشان دي بداية الطا، طافا تي تي. نفس الحكاية هنا طات تي في تي، يبقى علامة الطات تي في تي هتكون في اليسار في المزورة التانية، والطافا تي تي في هتكون في اليمين في المزورة التالتة. نبدأ ناخد أول مزورة، هنعمل نوار بوانتي ونستمر عليها، وناخد في اليسار 3
هنقول هنا ط تي تي طا، هنا ط تي في تي مع النوار بوانتي، ط تي في تي بعدين ط تي تي، هنا النوار بوانتي في اليسار معاها ط ف تي تي في، يبقى ط ف تي تي في عن ط تي تي، يبقى نقول مع بعض من الأول تاني، ط تي تي طا، ط تي في تي، ط تي تي، ط ف تي تي في، ط تي تي. نتدرب على كل مزورة لوحدها وبعدين نبدأ نعمل تمرين كامل بالشكل اللي عملته. التمرين التاني موجود عندي هنا في ميزان 3 من 4، عندي في المزورة الأولى تطي طفا تي في طفا في مقابل ليها نورات في كل نوار، عندي هنا النوار الأول بيكون معاه تطي والنوار التاني معاه طفاطي في، النوار التالت هيكون معاه طفافي، يبقى تطي طفاطي في طفافي. المزورة التانية عندي علامة التطيفي والطفطي والطا برضو مقابلة ليها أنوار في كل علامة، يبقى طفي طفطي طا. نيجي بعد كده هنا هنعكس النوار، هيبقى في اليسار واليمين مقابل ليها نفس العلامات، طفي طفطي في طفافي. نيجي هنا التطيفي نفس الحكاية، طفي طفطي طا. يبقى أنا عندي هنا التمرين كله مع بعض، هنلاحظ الفرق بين اليمين واليسار، ط تي ط ف تي في ط ف في، ط تي في ط ف تي ط، هنعكس ط تي ط ف تي في ط ف في، ط تي في ط ف تي ط. التمرين الثالث في ميزان 4 من 4، هنجد هنا ظهور علامات السكتات، سكتة النوار تساوي 1 والطافي تساوي 1، إذا ممكن السكتة تقابل الطافي. عندي هنا ظهر عندي الطفطي، إذا الطفطي عندي هنا طا إس، فالطفا هتكون مع الكروش والسكتة هتكون مع الكروش التاني من الطفطي. نيجي بعد كده نشوف هنا النوار هيكون برضو سكتة النوار مقابلة ليها، إذا أنا هأدي التفاطيفي اللي هي بتساوي 4 دبل كروش تقابل النوار، هقول اليسار تفاطيفي وهقول اليمين طا، يبقى طافاطيفي. بعدين هنا الكروش هيبقى مع الطافة والسكتة هتكون مع التي، يبقى طافا إس، شايفين طافا إس، إس طبعا بره، هنا إس مع الطافي طافي، بعدين طا مع السكتة، يبقى طا فا تي في طا فا اس طا في طا. هنا البلانش هتعادل 2 نوار، فانا عندي الاس تي بتساوي نوار والنوار، يبقى انا عندي هنا 2 نوار بيقابلهم البلانش، يبقى حذف البلانش واستمر عليها واليسار هتبقى اس تي طا، يبقى اس تي طا. هنا السكتة هتاخد كروشين، كروش وسكتة، يبقى أنا عندي هنا هقول إس طا هنا وبعدين السكتة، يبقى الإس في اليمين مع الطا في اليسار أهو، طا إس، بعد كده النوار مع النوار، يبقى طا فا تي في طا فا إس طا في طا، إس تي طا طا اس طا. كده انا عملت التمرين، اتدرب عليه مزورة على مزورة ولغاية لما احفظه، بعدين ادي التمرين عادي جدا بكل سهولة. التمرين التاني في ميزان 9 من 8، عندي هنا هيكون النوار بوانتي مقابل ليها تطيتي، اليسار نوار بوانتي مقابل تطيتي في اليمين، هنا النوار البوانتي الثالث هيكون ط تي في تي، يبقى انا عندي هنا ط تي تي ط تي تي ط تي في تي. نيجي هنا كل كروش معاه دوبلين في اليمين،
طافا تيفي تيفي، دي العلامة دي اسمها طافا تيفي تيفي. معايا 3 كروش في اليسار اليمين، طافا تيفي تيفي، يبقى طافا تيفي تيفي. النوار بوانتي هنا معاه 3 في اليسار، يبقى تي تي. بعدين هنا الكروش مع النوار، بعدين ننزل اليمين، بعدين ننزل اليسار، يبقى طا طا طا. يبقى هنقولها كده، كروش نوار. كروش نوار ده اللي هو كان أداء التمرين اللي احنا شفناه. يبقى كمان مرة، طا تي تي، طا تي تي، طا تي تي تي، طا فا تي في تي في، طا تي تي، كروش نوار. شكرا لحسن المشاهدة والاستماع، ومع خالص تحياتي، وإلى اللقاء في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.